سياتل على اثر خطا كبير من بينتو. الدائره كي بدال بدال على الجهه اليسرى باتجاه تشافي، تشافي لميسي، ميسي والطرف المرمى، هدف رائع، هدف رائع لمصلحه البارسا عن طريق ليونيل ميسي اللاعب الكبير الظاهرة الكروية الكبيرة. ليونيل ميسي يسجل في الشباك الأمريكية، وتحيات على الطريق الأرجنتينية في المدرجات. ليونيل ميسي يفتح باب التسجيل لمصلحة بتسديدة رائعة، تسديدة هائلة بباطن القدم على يمين كيسي كيلر. لاحظ المهارة، لاحظ الفنيات، لاحظ الروعة. هذه المرة يعجز عنها كيسي كيلر، هذه المرة صعبة على كيسي كيلر عندما يضع فيها كل المهارة ليونيل ميسي. من الصعب على كيسي كيلر حتى وان تواجد معه حارس ثاني في المرمى ان يتصدى لهذه الكرة. لاحظ ميسي يبحث عن الزاوية المستحيلة ويصل اليها